استأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، وشهدت الجلسة موافقة المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية. استأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته لمناقشة عدد من مشروعات القوانين في إطار دور المجلس الرقابي والتشريعي. في بداية الجلسة العامة أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اتفاقيتين دوليتين وخمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها. كما شهدت الجلسة استعراض 17 طلبا للمناقشة العامة، حيث تم تفويض مكتب المجلس لتحديد موعد لمناقشة كل طلب. وشهدت الجلسة موافقة المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية. نبدأ وأخذ الرأي النهائي على مشروع القانون، وحيث إنه قد سبق عرض هذا المشروع بقانون على مجلس الدولة، فالموافق من حضراتكم على مشروع القانون نهائيا يتفضل بالوقوف. وخلال الجلسة رفض المجلس من حيث المبدأ مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 بعد عرض عدد من النواب رؤيتهم. وشهدت الجلسة الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري. عقب ذلك استعراض عدد من مواد القانون والموافقة على مشروع القانون في مجموعه على أن يؤجل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في جلسة لاحقة.